هذا المصنع ليس تجربة تجارية وإنما هو رؤية لتوطين هذه التقنية العالمية. لأن الوطن يستحق أفضل. الأهداف لا تأتي إلا بالعمل الجاد. الوكلاء الحصريون والمنفذون لأبواب ونوافذ يو بي تي سي في المملكة العربية السعودية. هنا قادرين على تحويل فضائك سواء داخل أو خارج المنزل إلى عالم مليء بالسحر الحلال والجمال. كما بدأ المشروع على مستوى شخصي عام 2014 وكان بدعم من صندوق الصناعي. الهدف من هذه الفكرة ومن هذا المشروع هو إثراء السوق السعودي بمنتج عالمي. راجع المصنع أصعب التحديات في السلامة والجودة في بداية الإنتاج لهذا المصنع. ومع عظم التحديات والمصاعب ازداد تكاتف فريق العمل فأصبح أكثر تحدياً وأكثر تعاوناً لتجاوز تلك التحديات مع وجود عدد قليل من الفنيين، واليوم أصبحوا 30 فني ما شاء الله. تم وضع خطط لإشباع السوق السعودي وذلك بافتتاح فرعين، أحدهما في منطقة الشرقية والآخر في المنطقة الجنوبية. عدد المنتجات والأنظمة المعمول بها في هذا المصنع هي 16 نظام. أهم المنتجات الموجودة في مصنعنا هي الأبواب والنوافذ. مميزات المنتج كثيرة ومنها كفاءة أداء تناسب جميع المشاريع العمرانية وتراعي الأنظمة والقوانين للبناء الحديث ومنها ولا أهمها العزل الحراري. مواصفات مثالية للحماية من التآكل بالإضافة إلى حاجز بين الداخل والخارج في مواسم البرد وكذلك مواسم الحر الشديدين مع طراحة داخل المنزل أو حتى مقر العمل. تحد من الضوضاء والضجيج الخارجي ليتعدى ذلك لتوفر العزل التام من الغبار والماء وحتى الحرارة. غير قابلة للصدى أو حتى تقشر ولا حتى تغيير اللون مهما كانت الظروف المناخية صعبة والتي تشهدها المملكة العربية السعودية، أهمها الرطوبة أو حتى الحرارة الشديدة. لا حاجة أبداً لإجراء إصلاحات أو إعادة الطلاء على المنتج. تعزيز قوي من الستيل المجلفن بسماكة 1.5 إلى 2 مليمتر غير قابل للضرر أو حتى للكسر. مرونة في الاستخدام تحت أفضل المعايير الجمالية والتصاميم المبتكرة لأنها تشكل الخيار الأفضل. في حال حدث حريق لا قدر الله فإن أبواب ونوافذ يو بي في سي غير قابلة للاشتعال وستنطفئ تلقائياً من دون انبعاث أي غازات مضرة. ومع كل هذا الإبداع وهذه التقنية وهذه الجودة العالية، تعالوا معي نشوف خط الإنتاج. هذه المنطقة يتم تخزين القطاعات المسحوبة والتي تدخل في إنتاج النوافذ والأبواب، المنتجات الأساسية للنوافذ المبتكرة. في هذه المنطقة تحديداً يتم جلب القطاعات المسحوبة وعمل قص أو تصميم لها حسب إيش؟ حسب طلب العميل. بعد ما خلينا التصميم والمقاسات المطلوبة من العميل، نجي لهذه المنطقة اللي يتم عمل فتحات تهوية ومجرى للمياه في القطاعات المسحوبة. وجينا في هذه المرحلة اللي يتم فيها تجميع الأركان للمنتج الموجود سواء النوافذ
أو أبواب ويلحم تحت درجة حرارة 241 أو 240. الإتقان والجودة هي سمة هذا المصنع، وبعد التلحيم الحراري تحدث بعض النتوءات أو الزوائد فيتم جلبها إلى هذا المكان تحديداً للتأكد منها، وإن كانت موجودة يقصونها. منتجنا صار جاهز بعد ما ركبنا العوازل وبعد ما ركبنا الإكسسوارات. مراحل طويلة كانت ما بين اختيار العميل وتصميم وقص وتلحيم وشيل نتوءات وشيل زوائد. الإتقان الجودة هذا شعارهم وهذا ما يبحثون عنه، لذلك نحن في النوافذ المبتكرة. أن يكون الرجل في وظيفة مرموقة، أمان وظيفي، هذا كل ما تبحث عن أي امرأة. لكن حينما تختلف الموازين، المرأة توافق الرجل أن يترك وظيفته وأن يبدأ في مشروع لا يعلمون هل ينجح أم يخسر. هي التجارة كذلك دعمت 2014 وقبلها، بس أنا تفاصيلي من 2014 إلى مقتبل 2020. أم حسين الأستاذة عبير الشهري، اليوم قاعد أقول لك هنيئا لك العظمة التي قادت هذا الرجل. الله يسعدك ويسلمك يا رب. والحقيقة هو كان أكبر ملهم وداعم لنا، وكان يعني بيقولوا أنه أنت تسعى الأرض لحلمك، هو حلمه حتى فاق ووصل حدود السماء، وأنا فخورة فيه الحقيقة. هو بطلي وزوجي وصديقي، وكان دائما ما في عائق يعيقه، كان دائما يفكر في الحلول من بداية ما كان المصنع فكرة لغاية ما بدينا نبني مصنعنا، لغاية ما يعني سافرنا بحثنا حاولنا نجيب أفضل جودة وأفضل منتج يستحقه المواطن في بلدنا وفي مملكتنا الحبيبة. والحمد لله كل ما لنا بننجح أكثر وبنكبر أكثر بفضله، بفضل أفكاره وحلمه، وبفضل أنا فخورة كمان في أولادي الحمد لله. أستاذ عبير، أنا دائما أجي المصانع أدور شباب السعوديين إيش قاعد يسوون، الطاقات السعودية كيف قاعدة تنتج. اليوم أنا قاعد أشوف المرأة اللي على كتفها ارتقى زوجها، أخذت عيالها، قدمتهم للمجتمع. الموضوع ما وقف هنا، أنتوا اليوم قاعدوا تربون في التجارة في الصناعة، أنه ترى أنا ما عندي إلا الجودة. يعني صح. كأنك ذكرتيني بأمي وأبوي أنا صغير، هذا غلط وهذا صح، ما في حل ثاني، هذا غلط وهذا صح. فأنتوا اليوم قاعد تقدمون صناعة لأبنائكم. صحيح. اليوم لما أشوف أبنائكم في القادم من الأيام ما راح يطلعوا عن الجودة. صحيح. بس مو هذا في نوع من الصعوبة التجارية؟ أكيد أكيد في صعوبة، لكن الحمد لله بفضل دعم الدولة وتشجيعها ورؤية 2030 الحمد لله في يعني في دعم كبير يعني في الصناعة بالذات. اليوم في دراسة، في أحلام لأبنائكم، وأنا شايفهم ما شاء الله كلهم معكم في المصنع من الصغير إلى الكبير. يعني حتى ابنك الكبير كان متأخر عشان في أوردر. الكل الحقيقة كان يشارك من بداية، من هنوف بنت الكبيرة ماسكة السوشيال ميديا والتسويق الرقمي هو المستقبل طبعا. حسين من فترة دراسته في الثانوي في الإجازات كان واقف مع أبوه في المصنع، كان أول كونتينر، هم ساعدوا أولادي مع أبوهم، نزلناه حملناه الحمد لله. محمد في الأعياد في الإجازات في الصيف كان برضو مع العمال في القص والتركيب. البتول كانت طاقة إيجابية طبعا، الكل كان يشارك الحمد لله، والكل كنا نحس بدعم وتوجيه العائلة حوالينا. الناس مشاركتنا في المعارض كانت رائعة، الناس كانت تنبسط أنه مشروع عائلي والكل مشارك فيه، يعني كامل الأسرة كانت يعني مشاركة، وكان لاقى قبول واستحسان الحمد لله، ويعني دعوات كثير من الناس أسعدتنا الحقيقة أنه مشروعنا العائلي وأنه إحنا واقفين كلنا كأسرة واحدة على مشروعنا. طيب شوفي، ما راح أقول لك أستاذ عبير، راح أقول لك أم حسين. الآن خليني أطلع من الصناعة، لأن أنا الآن قاعد أشوف وأرى بمنظور ثاني. نعم. أستاذ حسن كان في الخطوط الجوية. نعم. يعني كان منشغل،
نعرف الخطوط ونعرف الدوام الصعب جدا هناك. اليوم انت قدتي البيت بعد ما طلع، انت قدتي هذه المسيره، ما وقفتي هنا، انت قدتي ابنائك. الحمد لله. اليوم احنا نحتاج ناس تعطي نصائح لكيفيه التربيه، لكيف انت قدرتي تغرسين الكم الهائل في الاسره كامله. انت اليوم قدمتي تضحيات جدا كبيره. انت اليوم احد الكنوز اللي قاعد اشوفها قدامي للامانه. ايش كميه التضحيات هذه؟ ايش سويتي انت في حياتك بالضبط؟ الحقيقه كان اول دافع هو اليقين بالله طبعا. كان عندنا دائما يقين وثقه كبيره برب العالمين انه حيوقف معانا وما راح يخذلنا ابدا. اكيد واجهنا اوقات صعبه، اكيد واجهنا اوقات كان فيها صعوبات، يعني الصناعه مو سهله. كون اني اوفق بين البيت والعمل والصناعه طبعا مو سهل، لكن دائما يعني الله سبحانه وتعالى يقول ان مع العسر يسرا، اكيد كل عسر راح يتبعه يسر في النهايه. فدائما كان عندنا يقين بالله وكان عندنا ثقه بالله انه النجاح قادم. حتى لو تاخر باذن الله اكيد قادم. والحمد لله احنا في بدايه السنه الرابعه نعتبر، وكمسيره في خلال الفتره البسيطه انا فخوره صراحه في زوجي وفي اولادي، وفخوره بالنجاحات ونطمح للاكثر طبعا، واكيد الحلم ما يوقف. انا اقول لك حاجه، من خلال برنامج سواعدنا تحديدا في هذه الحلقه اللي اعتبرها حلقه استثنائيه اليوم بكل مقاييسها، انا فخور فيك انت شخصيا، في حلم الصناعه اللي انت قدتيه من المنزل، مرورا بزوجك والثقه الكبيره اللي ضخيتيها فيه، مرورا لابنائك اللي ما شاء الله تبارك الله الان كلهم يشغلون مناصب معينه في هذا المصنع، في الحلم الكبير اللي حققتوه في فتره وجيزه. هنيئا لكم وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم من حسن الى احسن باذن الله. باذن الله باذن الله. أهم المميزات في هذه الشركة أنه يتم إعطاء العميل شهادة ضمان لمدة 10 سنوات ومع الصيانة. يتم توريد وتركيب جميع المنتجات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مع وجود موزعين معتمدين في كل من الشرقية والجنوبية كمرحلة أولية. الذراع اليمنى للنجاح، الملهم الأول، الشريك الأول استراتيجياً، من كان العين المبصرة في أرض المصنع، المهندس عبد الله الشريف. أستاذ حسن قاعد يثني عليك اليوم كثير في اللقاء صراحة، قلت يا أخي لازم أشوف المهندس هذا. أنا قال ترى سعودي، قلت أوه بس خلاص جيبوه، خلينا نشوف المهندس عبد الله الشريف. إيش الفكرة؟ إيش قاعد يدور؟ إيش الجودة العالية اللي أنتم قاعد تتكلمون عنها في هذا المصنع؟ خلينا أبدأ لك أنا كيف بدأت، كيف تعرفت على أبو حسين. بداية من 2015 تقريبا، 2016 نهاية 2015، أنا كنت ناوي أبني، هنبني بيت العائلة. فمن خلال خبرتي كمهندس معماري أعرف المادة هذه معرفة مسبقة، اللي هي اليو بي في سي. ممتاز. من ناحية خلفية معمارية أنا أتكلم. هذا الشيء قادني إنه أبحث، تعرف لما أنت تروح على معارض البناء والديكور انه تبحث على الاشياء المنتجات اللي انت ممكن تستخدمها عندك في البيت. بتفاجئ انه منتج عالي ذا جوده عاليه وقيمه عاليه عندنا في السعوديه متواجد بمصنع محلي. ممكن انا القى جوده جدا عاليه خارج السعوديه، لكن ما لها مصنع محلي حتتعبك شويه في الصيانه. كان استاذ حسن مشارك في معرض في 2017 لمعرض البناء والديكور. أنا لما رحت هناك أنا وقتها حتى ما دقيت مسمار واحد في البيت، حتى ما حفرت. فقلت له أنا إنسان أبغى حاجتين، أبغى أوقع معك عقد، بس أول حاجة أبغى أروح أشوف المصنع لأنه هذا شيء غريب.
انه منتج يعتبر من التوب 3 على العالم في الكواليتي موجود هنا في السعوديه وبمصنع محلي، انا ابغى اروح اشوفه. لما انا جيت دخلت هنا اخذني في رحله اللي الان احنا قاعدين ناخذها كاي عميل. لما انا جيت شفت البيئه اللي موجوده هنا بدت عندي حس الشغف انه انا اكمل هذه المسيره. صار حسن كلمني انه ايش رايك انت تبدا معانا، وقعت انا العقد وبدات كموظف في هذه الشركه. اللي لقيته في البيئه هذه تقريبا غير المسمى التقليدي للمصانع. يعني احنا حكايه المصنع، خليني اخذك كرحله بسيطه عن العميل لما يدخل عليها. احنا مثلا كموظفين هنا من اعلى راس الهرم ممثله في الاستاذ حسن، بتلقى انه الى حتى الشخص اللي ما هو بتوجيه مباشر له باتصال مباشر على تركيب الشباك الا ما يكون له دور في تركيب اي شباك عندنا. فاحنا الموديل عندنا اللي هو ايش اللي هو الشباك الوحده، هذه المخرج حقنا. لازم احنا كانه انت لما بتجيب ولد تبغى الولد هذا يخرج من عندك بافضل صوره. فاحنا ده الشيء عشان نعمله، واحنا جبنا كمنتج جدا عالي. المنتج العالي هذا ده جوده عاليه، البيئه جدا متوفره هنا، المكائن تعتبر الافضل في مجالها او حتى في مجال الالمنيوم. التحدي الاكبر للانتاج انه انت كيف توفق انك انت توصل لاعلى منتج بالمعايير اللي مخصصتها لنا الشريك الفني، اللي ممكن انا القى نفس الشباك موجود في اوروبا او في امريكا. هو التحدي انه انا كيف امشي على خطوات الانتاج كامله بكل تفاصيلها ولكن بالطابع السعودي، بدون صاله مبيعات، بدون اداره عرض، يراهنون على السمعه ويراهنون على الاستمرار من خلال الجوده. منتج جديد، فكره جديده، مصنع بسواعد سعوديه بفكره واطار جديد جدا. النوافذ المبتكرة، أول ما تقول الاسم يتبادر لذهنك أنها النوافذ المبتكرة والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من العالم، بحيث أن لا 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 وقف وقف، الموضوع لا مو كذا، الموضوع ماخذ منحى آخر. الموضوع جاي بفكرة بدأت بشخصية ومن ثم اتسعت، أصبحت عائلية، أصبحت هدف، تعدت الموضوع رؤية، واليوم تم التنفيذ لا، وتمت المساعدة لا، وتمت الإعانة. سواليف كثير انت ما راح تفهمني الحين. هذا لقاء حصري، ولاول مره انا اكون في هذا اللقاء بهذه الطريقه، ولاول مره الاقي احد المدراء او اصحاب او ملاك المصانع يتكلم بالطريقه اللي انتم بتسمعونها الان، لاني انا مصدوم اليوم. تابعوا معنا مع الاستاذ حسن الشهري، مدير مصنع، المدير العام لمصنع النوافذ المبتكره. الله يحييكم جميعا وشرفتونا، واشكرك اخوي تركي على المقدمه الجميله. نعم، بالنسبة لي مصنع النوافذ المبتكرة هو حلم بدأ أني أنا كنت موظف خطوط السعودية، اشتغلت لمدة 23 سنة، عندي طموح أني أكبر، قدمت تقاعدي بدون الرجوع لأي أحد أنه يأثر علي. جيت لأولادي قلت لهم بابا إحنا حنبدأ في مشروع ممكن نواجه كل الحاجات اللي ممكن نواجهها، قالوا لي إحنا معاك وماشيين على الهدف اللي أنت رايح له. الحمد لله قدمنا على هيئة المدن الصناعية، أعطونا أرض صناعية بمساحة 3600 متر، قدمنا على صندوق التنمية الصناعي، حصلنا كل التشجيع والدعم والمحبة، وبدأنا في مصنعنا الحمد لله، بدأنا في التسويق، بدأنا حاليا الحمد لله احنا ركبنا في كافة مدن المملكة، وحلمنا أكبر ان نوصل ان نصنع المواد الخام الاساسيه اللي يصنع منها الشباك في مملكتنا هنا بالتعاون مع
شركة أرامكو. المملكة من أكبر 5 دول في العالم في صناعة مادة الرزن اللي هي المادة الأساسية للبلاستيك أو البي في سي. فتوجه المملكة من خلال الرؤية 2030 أنه يكون المشتقات البترول مصنعة نهائيا للأسواق وللتصدير. الحلم كبير، شاركتني في أولادي، زوجتي، كانت زوجتي خير معين لي. أنا كنت أسمع أنه مثل وراء كل رجل عظيم امرأة، أيام ما كنت موظف أقول طيب كيف يعني. لا، لما بدأت أني أدخل في الصناعة، أدخل في التجارة، عرفت إيش معنى الكلمة هذه. عرفت أنه كيف أنت تساعدك زوجتك أنك تكون إنسان ناجح، أنها تشيل عنك، أنها تدعمك. كنت أجيها في أمور كثيرة أقول لها معلش نسين أنت بتأيديني على طول، ممكن غلط. قالت لي أبدا، أنا ثقتي فيك كبيرة، وإحنا بإذن الله. أبنائي، أنا عندي بنتي الكبيرة الهنوف تدرس في جامعة الملك عبد العزيز إدارة أعمال. بنتي الهنوف هي اللي ماسكة السوشيال ميديا معانا في المصنع، وهي الحمد لله اللي محققة كل المبيعات اللي عندنا. ما شاء الله. نعم، احنا تسويقنا كله عن طريق السوشيال ميديا. انا الى اليوم هذا انا ما عندي إدارة مبيعات، انا اتلقى الاتصالات من الرقم الموحد، محوله على رقم جوالي، وارد على كل عملائي، احب اني اكون معاهم. هدفي اني اوصل مادة اليو بي في سي للناس كلها تجربها. احنا منتجنا، ممكن تطرقنا لموضوع ثاني، احنا منتجنا ذو جودة عالية جدا. احنا مصنعين لكبرى الشركات الألمانية في المملكة هنا من مادة اليو بي في سي، شغالين على ستاندر عالمي. اكيد اسعاره كتكلفة حتكون عالية، ولكن انا ضحيت في هامش الربح اللي يتعلق فيه انا ومصنعي، مقابل انه يكون دعاية وتسويق لي اني اركب عند بيت أخويا تركي. هو حيقول لأخوه، لو صديقه، لو ولد عمه، نعرفه في المنتج. الحمد والشكر لله، حاليا سيارتنا وهي ماشية يقولوا له هذا مصنع أبو حسين، فأخذ المصنع حتى على حسن الشهري، صار ما هو مصنع النوافذ المبتكرة أو كذا، أو الشبابيك اللي يصنعها أبو حسين كمنتج جديد، الحمد لله. أستاذ حسن، الحين اللي أعرفه أنا من خلال حلقات برنامج سواعدنا، كنا نتكلم على الهواء وتحت الهواء انه يعانون من التسرب الوظيفي. اليوم انت قاعد اجنحة النجاح عندك قاعدة تحلق فوق، ورجعها انا الى وظيفتك السابقة انك كنت في خطوط السعودية. القوة عندك، النجاح عندك قاعد يمشي وانت قاعد تبارك، فهذه انا جديدة علي. ابارك واساعد، ومن خلال برنامجك اخوي تركي، وباذن الله اني لكل شاب لأي رغبة له صناعية، من خلال خبرة البسيطة، إني أكون متعاون معه، أساعده بكل ما يحتاج من تدريب، من استشارات، يجي هذا المصنع زي ما صار مع كثير من الشباب. هذا المصنع موجود، تعالوا. احنا حاليا في وكيل للشركة الألمانية اللي احنا معهم في الدمام، شباب 2 مهندسين سعوديين افتخر فيهم، قالوا لي أبو حسين نبغى نبدأ كذا ونصنع. وكانت الفكرة انه فين يفتحوا، في الرياض، يفتحوا في جيزان. قلت لهم لا، منروح للرياض نفتح المصنع وتكملوا على ما اجي بندن المملكة. وجوا هنا على المصنع واخذوا تريننج، ايش كانت عندي من دراسات قدمت لهم بالكامل، وانا سعيد فيهم. سعيد يوم ما كنت في معرض البناء والديكور قبل 3 ايام في الدمام، انهم جوني من الرياض يباركوا لنا في المعرض. طريقة السلام اللي أنا أقول لهم إيش بكم بتكبروني، أنا لسه باقي شباب. قالوا لي أبو حسين اللي أنت قدمته لنا حاجة يعني نشكر فيها، بالعكس أنا هذا واجب كل واحد إنه يقدم. أستاذ حسين كيف بتنافس؟
إذا هذا طريقتك في السوق كيف بتنافس؟ أنا كيف أنافس؟ أنافس إني إحنا كنا في معرض الدمام قلنا قبل 3 أيام، الحمد والشكر لله كانوا العارضين 4 شركات وشركات كبيرة ولها أسماء في البي في سي، الأربعة كانوا موجودين عندي في البوث رايحين يقولوا لي أبو حسين أنت اللي عملت النقلة النوعية لليو بي في سي، أنت العراب لنا. اليو بي في سي موجود من سنوات كثير ولكن ما كان ماخذ حقه أنه يتقدم بالجودة اللي لازم تقدم فيها، للأسف أنه كان في هنا يكون معرض المصنع في دول أخرى قد يكون لا يوجد فيها الجودة، لا تتلائم مع أجواءنا، إحنا حتواجه مشاكل. شركة بدأت إنها تبغى بس أفتح معرض وأنا أعرف ناس في دولة برا إنهم يجيبوا الشباك أعطيهم مقاسه وأجي هذا اللي يصير الآن يعني. وهذا اللي بيصير إلى الآن للأسف. أنا أذكر كان عندنا مشروع في مدينة الملك عبدالله وكانوا طالبين أسعار للمشروع هذا، قدمت على المنتج اللي أنا حابب أقدمه بدون أي هامش ربح عندي، بس أنا لما يكون عندي اسم مثلاً أني اشتغلت في مدينة الملك عبدالله كريفرنس لي سعادة إشباع لذاتي ولأسرتي بنجاح مشروع زي كذا في مدينة اقتصادية كبيرة، قدمت سعري بدون أي هامش ربح، كنت حريص على أني أكون أخذ المشروع، ولكن لا، في غيري قدم بأسعار أرخص، استنتجنا أنه غيري ممكن قاعد يجيب من برا بأسعار أرخص بجودة ثانية. حاولت أنه الشركة قالوا لي إحنا نبغاك وإنت اللي تأخذ من عندنا، لدرجة إذا تبغى نوريك عروض الأسعار الثانية اللي عندنا وشوف السعر، وتقول لا أنا ما أنافس على السعر، أنا حسن لما أبغى أركب شباك عندك أبغى فخر لي ولمنتجي أني أنا جالس أركبه وأكون فخور في أني ركبته في المشروع الفلاني المشروع الفلاني. أنا أخوي تركي أقسم لك بالله أني أكون ماشي لما أشوف عمارة مثلا يقولوا لي هذه من شغلنا، الفخر كله اللي عندي نتلاقيني أجلس أبغى أشوفها كيف شباكها، طيب أرجع أتصل على العميل أتواصل معاه اللي إحنا ركبنا له كيف شباكك، أنا سعيد جدا في التركيب، ترى أبو حسين إحنا أرسلنا لكم عملاء كثير من طرفنا، أقول له متأكد وإحنا بإذن الله قاعدين نكبر فيكم. أنا كل عملائي اللي دائما أقول هذول شركاء نجاحي، هذول ناس تحملوا واحد رائد أعمال بدأ في صناعة من بداية، جاء من فيلد ما هو هو، أنا جاي من عالم الطيران ما جيت من الصناعة ولكن حبيت صناعتي. الخطوط السعودية صقلت حسن، الخطوط السعودية الحمد والشكر لله أديت بكل فناء، أنا أمس أقول للمهندس عبد الله الشريف على حاجة قاعدين نتعلم فيها فصارت معنا في المصنع، فأقول له شوف يا عبد الله ربي بيعوضني في حاجات، أنا قدمت للخطوط السعودية بكل تفاني، فالحمد لله إنه ربي بيرسل لي ناس في عمل اليوم بكل تفاني قاعدين يأدوا لي الحاجة اللي أنا أبغاها والحاجة المستوى. أنا يهيأ لي إني لو أطلب من موظفين عندي إنهم الساعة 2 في الليل، سيستمنا شوية صعب يعني كيف طريقة فتحه، لسه الناس ما هم متعودين على شباك سحاب اللي هي في بيوتنا تضغط كذا يفتح الشك صح. هذا يفتح من فوق يفتح على جنب له عدة طرق. فكلمني العميل بعد ما وصل إنه يبغى يسكن الساعة 2 في الليل، عدة اتصالات، قلت لك عملائي بتصير مرحلة الصداقة بيني وبينهم، أبو حسين إحنا سكننا ما إحنا عارفين نقفل الأبواب، هي الأبواب لها طريقة إنه ينرفع الباب من فوق ويتقفل المفتاح لأنه في ملتي لك عشان يعطيك الإحكام الكامل. أنا دقيت على مدير التركيبات عندي محمد باصرة، قلت له عندي كذا وكذا وكذا، اللي أبو حسين أبشر أنا الحين منطلق، كان انطلق للعميل كان وصل عنده تقريبا عنده الساعة 3 وراء الباب كيف ينعمل بكل ابتسامة وبكل ترحيب. العميل هذا هو نفسه اللي قاعد يحكي القصة هذه لعميل ثاني جاني قال لي أنتوا اللي عملتوا مع الفلان الفلاني الحركة هذه، احنا بنقدم الحاجة اللي لازم تكون تتقدم لازم بالطريقة هذه. أستاذ حسن قاعد يتبع وسيلة الإعلان الأصعب والأطول ولكنها الأبقى والأصدق ما مر علي في حياتي خلاف هذا البرنامج، مثل هذا الشخصية ما مر علي في حياتي ولا كنت أتخيل أنه في شخص يقدمون مثل هذا العطاء، أن الناس تقدم أحلامها تشرح تفاصيل إبداعها تقدمها على طبق من ذهب لينجح غيرهم. ها
هذا لا يحدث إلا في المصانع السعودية، هذا لا يحدث إلا بالسواعد السعودية، هذا لا يحدث إلا بالشغف السعودي. شكراً النوافذ المبتكرة. التسويق في السوشيال ميديا او التسويق الرقمي، او خلينا نجذبها ونوديها بعيد ورا شوي، اللي هو كان التسويق او العمل عن بعد لدى السيدات. هذا كان عمل محبوب اول طبعا الهنوف الشهري. اليوم في مصنع النوافذ المبتكره في طرق تسويق كثير، بس اليوم قاعد يرتكز ارتكاز كبير على التسويق في السوشيال ميديا. الهنوف في شركه ابوك ايش قاعده تسوي اليوم؟ طبعا في البدايه الوالد كان رافض فكره مندوب مبيعات، بحكم احنا منتج جديد في السوق تقريبا مو منتشر بزياده، فكان هو حابب انه الفكره توصل من عندنا مباشره للعميل، بحيث انه احنا نوصلها بفكره يعني اقوى واجمل للعميل وثقه اكبر للعميل. فاتجهنا للسوشيال ميديا بحيث انه احنا نرسل صور او فيديوهات انفوجرافيك والتجارب من صورنا اللي احنا ركبناها للتجارب السابقه، عشان تبني ثقه للعميل ويشوف التركيب والمنتج والجوده بنفسه. اليوم احنا نعرف ان السيدات عندهم قوه تركيز، عندهم قوه الالحاح اكثر. اليوم انت في التسويق وقاعده تقولين طورنا وسوينا وفعلنا، وانت لسه صغيره ما شاء الله تبارك الله، وحسب ما فهمت من الوالد انه لسه تدرسي في هذا المجال. طيب وين رايحين؟ ما شاء الله العائله. طبعا هو كان والد الملهم الاول، وانا حبيت الشغل مع الوالد، فعشان كذا انا تخصصت في اني انا ادرس بزنس، ومن خلال دراستي للبزنس قدرت اني انا مثلا اعطي الوالد معلومات، او انا اكتسب كمان معلومات وخبره اكثر. فهذا اللي انا كنت يعني بحد دراستي انا اطور اكثر، وطبعا في التسويق اكثر يعني بحكم الدراسه، فهو يعني دراسه وتنفيذ، مو بس تنفيذ بدون اي علم او اي دراسه مسبقه. ممتاز. اليوم في تحديات كبيره في السوق طبعاً. اليوم في منافسين نعرف انهم كثر، طريقتكم انتم جديده، تبحثون فقط عن الجوده ولا غير الجوده. ايش التحديات اللي تقابلينها اليوم في التسويق، خصوصا يعني انه انت الان سيده ولسه تدرسي، وكمان الشركه تعتمد عليك اعتماد كلي، ايش التحديات اللي قابلتك وتجاوزتيها؟ طبعا التحديات اكثرها انه هذا منتج جديد، في ناس كثير ما حتعرف ايش هذا المنتج، فيعني في صعوبه في توصيل الفكره وفي توصيل الشرح، فاحنا نجيب فيديوهات نطور من حيث الفيديوهات اللي هي كرتونيه اكثر، فتسهل الفكره ويفهمها اي احد، مو لازم مهندس، مو لازم رجل اعمال، لكافه شريحه المجتمع انه هي تفهمها. ممتاز. عائله من كبيرهم وحتى صغيرهم اتفقوا على ان لا يدخلوا في الصناعه فقط، ولكن اتفقوا على ان تكون هناك جوده، ان تكون هناك رؤيه، ان يكون هناك اهداف بعيده صعبه ولكنها واضحه وسهله التحقيق متى ما كان هناك ايمان واصرار ومواصله. نوافذ المبتكره، شكرا كثيرا على هذه الرؤية. كل الأعمال تحتاج إلى نصائح، تحتاج إلى يد العون، تحتاج إلى إرشاد، تحتاج إلى شخص يخاف عليك. اليوم لقينا شخص مو بس يخاف، مو بس يقدم استشارة، لا، شخص أصبح مستشار وأصبح مطور وأصبح الذراع اليمنى وأصبح القول الفصل في هذا المصنع وهذه الشركة. صباح الخير أستاذ خالد الشهري. صباح النور، الله يحييك. كيف الأمور معكم؟ يا رب لك الحمد. أنا اليوم في مصنع جديد علي،
الفكرة كلها من بدايته. أول مرة يمر علي تفاصيل مثل كذا للأمانة. اليوم ترى برضه تفاصيل هو تفاصيل ثانية، تسمعون أشياء بهذا المصنع جديدة وكأني في عالم الخيال. تكلمنا عن التطوير والاستشارة مع الأستاذ حسن في مصنع نوافذ المبتكرة. الأستاذ حسن الشهري أو أبو حسين ولد عمي، وبدأ بفكرة جريئة في البداية، كان إنه هو يبغى يصنع شبابيك وأبواب داخل السعودية هنا، فكان دائما يتكلم عن أحلامه في الموضوع هذا وكيف حاب إنه هو يطلع بجودة جديدة وكيف إنه هو ينزل في السوق بجودة جديدة. فكنا دائما نتكلم مع أبو حسين إنه نحاول إنه إحنا لا نندفع بشكل كبير من ناحية الجودة لأنه يمكن السوق ما يتحمل. كان هو عنده قناعة يقول لك يا جودة يا لا ما حاشتغل، فكان هذه عنده قناعة وصراحة أنا أرفع له فيها يعني العقال، يمكن ما في القبعة الحين، لأنه كان جدا جريء من الناحية هذه. كنا نتكلم دائما إنه العميل يبغى يمكن السعر يكون أحسن أكيد، فكان يقول لك لا أنا أعطي جودة، الجودة هي اللي حتفرض اسمي في السوق وتفرض وجودي في السوق. وما شاء الله عليه بدأ في يعني طموح عالي جدا، بدأ في إنه يبغى يبدأ في المصنع، بدأ إنه يروح يتراسل مع شركات ألمانية. طبعا البزنس هذا أو المصنع هذا وطريقة فكرته وعمله تعتبر نوعا ما جديدة في السوق السعودي، مع أنه في مصانع قبلها سبقته. أبو حسين كان عنده نظرية أنه أنا أبغى أروح مع المصنعين الكبار المتميزين وناخذ منهم الخبرات إلينا متوصل إحنا عندنا المرحلة أني أنا أقدر أصنع بهذه الجودة، لأنه هو عنده الهدف أن يوصل للجودة الألمانية، ما هو هدف أنه هو يروح يدور على منتج يكون يعني أقل جودة بسعر أقل. كان لا يقول لك أنا أبحث عن الجودة، العميل يبحث عن الجودة. ما شاء الله يعني قدر يثبت وجهة نظره في الموضوع هذا بشكل كبير. من الناحية المالية ومن ناحية التسويق ومن ناحية التطوير في المصنع، المصنع هنا بدأ بأيدي عاملة جدا قليلة، بدأ بقدرات جدا متواضعة. ما شاء الله اليوم أبو حسين لما نقعد من ناحية مالية نتكلم، من ناحية العمل وحجم العمل عنده يمكن تضاعف إلى أكثر من 30 ضعف في خلال 3 سنوات الماضية. ما شاء الله أبو حسين وصل لمرحلة أنه مثلاً أنه إحنا كلنا ما شاء الله ذهلنا، لقينا أنه العميل متعطش للجودة العالية، متعطش لل يعني خلينا نتكلم أنه للوضوح للعميل، كيف أنا حوصل رسالتي للعميل بالجودة وبالعمل، ما حوصل له إياها بتسويق. يعني يمكن من الأشياء المضحكة هنا أبو حسين كان قال لك ما عنده إدارة مبيعات. أيوة أنا هذا صدمني صراحة، مصنع قائم بدون إدارة مبيعات. طب كيف يبيع، كيف جالس يتطور، كيف جالس ينمو المبيعات، كيف قدر يعطي فرنشايز لفروع أو مناطق ثانية كلها بالجودة بالمصداقية في العمل. مصداقية وجودة أثبتت نفسها، صاروا الناس هم مندوبين مبيعات أو ممثلين مبيعات للمصنع. فبالطريقة هذه قدر يعني خلينا نتكلم غير قانون التسويق بالنسبة لي. أنا كنت أعرف أشياء كثير في التسويق وفي المالية، كيف الواحد لازم يحط ميزانية معينة للتسويق وكذا. أبو حسين أو المصنع هنا نوافذ المبتكرة تغلب على الموضوع هذا ما شاء الله بالجودة وبالكواليتي اللي هو جالس يعطيها للعميل والخدمة. فالحمد لله التعطش للجودة والتعلم، يعني المجتمع السعودي أصبح متعلم متمكن، لف العالم شاف إيش في جودة في الخارج وحاب إن هو يأخذ المنتج هذا في السعودية، فقدر نوافذ المبتكرة إن هو يعطيك الجودة هذه في السعودية وبسهولة، تقدر توصل لها بسهولة جدا. بدون في كثير من الناس كانوا يفصلوا شبابيك مثلا تلاقي في إيطاليا، في ناس تفصل شبابيك في ألمانيا، الحين لا موجود هنا، أحسن بروفيل في العالم، سيرتيفايد من الشركات كلها، يعني معتمد من الشركة أو المصنع نفسه الأم. وهذا الشيء اللي إحنا نبغاه في الصناعات عندنا، إنه إحنا يكون موجود اللي عندنا نفس اللي موجود برا، ما إحنا ما نحتاج إنه إحنا ندور ونروح للخارج عشان أنا ألاقي المنتج هذا، لا ألاقيه عندي في السعودية هنا موجود. وهذا الحمد لله اللي هو ماشي عليه الخطة مع المصنع نوافذ المبتكرة وأبو حسين. ممتاز. الدكتور خالد والأستاذ حسن جمعهم الشغف، جمعهم الرغبة وجعلهم يستمرون ويواصلون، هي المصداقية
والمهنية من خلال الجودة والجودة العالية التي تستحقها هذا البلد والذي يستحقونها من هم يعيشون فيه. يا أخي شكرا لكم مرة. الجودة العالية لا تأتي بدون تحديات ومصاعب، لا تتوقع أن تكون الأول بدون منافسة في النوافذ المبتكرة. أمنوا واخترعوا ووظفوا كل جهودهم في سواعدهم ليستحقوا هذه التغطية اليوم بمثل هذه المصانع. نحن نعتز ونحن نفتخر في برنامج سواعدنا.